طبعا من الجيد دائما ان يكون الملعب ممتلئ بالجماهير. الجمهور العراقي منذ بدايه البطوله اظهر نفسه بشكل ممتاز ومليء بالحماس. اللاعبون عندنا يجب ان يتعلموا التعامل مع هذه المواقف وان يمتصوا هذا الضغط الجماهيري. وانا اعتقد ان سيكون تجربه جيده جدا لهم في خصوصا للمسابقات القادمه. وهي تجربة تعليمية جدا مهمة لنا. مثل ما قلت لي أظن جمهور العراقي هو شيء جمهور كبير مثل ما تعرف. هو اللي محلي البطولة وايد يعني في المسابقة. طبيعي يعني ما راح يعازرونا في مباراتنا بس أتوقع إن يعني هم اللي محلين البطولة بكبرها يعني هاي شيء أتوقع بالنسبة لنا. دولة مثل العراق تستضيف بطولة بعد 40 سنة شيء كبير، فإن شاء الله يعني مثل ما كانوا يعزرونا في دوري المجموعات نتمنى لهم التوفيق في مباراتهم هذه، وإن شاء الله يعني مثل ما تشوف الله يوفقهم إن شاء الله في مباراتهم، وإن شاء الله إذا تأهلنا يساندوننا.